صباح جميل يعني، بس أكيد الصباح برضو حزين. أكيد يعني عايز اقول لحضراتكم كابتن عادل جاي النهارده اول مره يكون معانا، ويبقى فعلا شكله يعني مش هقول محبط بس متضايق قوي. كابتن عادل باين عليك انك متضايق قوي، هل الموضوع بهذا السوء يعني لهذه الدرجه من وجهه نظرك؟ ما هي كرة القدم والنادي الأهلي هم الفرحة للشعب المصري والجمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي بدون مبالغة والله يعني نقول 90 مليون، لا انا هقول 100 بقى، احنا أهو عمالين كده نزيد والله. خلاص. فلما حضرتك تمشي في الشارع أو أنت قاعدة في البيت والأهلي يجيب جول، إيه اللي بيحصل؟ أوه الرجة بتحصل. مدينة نصر بنسمعها من المهندسين، أهو كده. شفت أنت بقى؟ طب وأنت ماشي في اسكندرية الكورنيش يترج لما الأهلي يجيب جول. لا دي حقيقة. طيب لما تلاقي الكافيهات كلها مليانة حزينة. لما أنا بقى كلاعب ما أديش واجبي، أو أنا بقى أناني، أو أنا ما أناش عارف قيمة التيشيرت بتاعي، دي نقطة دي. أدخل الحزن على كل الناس دي عشان إيه؟ انت اولا بتلعب في مكان يعني ناخدها واحده واحده كده، اكبر نادي في العالم واخد بطولات، نمره 2 على المستوى المحلي والاقليمي، نمره 1، نمره 2 انا بعد ريال مدريد مباشره بالنسبه للبطولات القاريه. بالنسبه لافريقيا المنافس بتاعنا ما راحش كاس العالم اصلا للانديه، احنا رايحين كام مره؟ ايوه بنلعب نهائي افريقيا كام مره؟ يعني انجازات ملهاش حدود على يعني اجيال كتيره جدا شغاله، والروح القتاليه موجوده، ودايما النادي الاهلي بيتميز بالشعار بتاعه الفانيلا الحمراء او الشياطين الحمر، زي ما احنا مش عايزين نقول شياطين لكن نقول الروح القتاليه بتبقى نمره 1 موجوده. شفتها في ماتش امبارح؟ لا هي بقالها فتره، والسبب برضو انا كنت مع حضراتكم دايما او مع الكابتن اسلام، دايما كنت بأشيد إشادة كاملة لموسيماني من أول ما جه، عمل إنجازات وبطولات وأداء أكتر من رائع. يعني في ناس كانت أحيانا بتختصر يقول لك لا ده الأداء ما كانش، مين قال الكلام ده؟ احنا في كأس العالم للأندية احنا لاعبين مع مونتيري وكسبانين، واحنا معانا 14 لاعب وكسبانين الهلال اللي جايب قبل الماتش بتاعنا جايب 4 أو 5 لاعبين بملايين الدولارات عشان كاس العالم للانديه. احنا عملنا عليهم مباراه يعني اكتر من رائعه. الاداء الحلو ده بننساه؟ ما ننساهوش. فالراجل عمل بطولات وعمل اداء رائع جدا، لكن هناك بعض السلبيات عنده. والسلبيات دي انا قلتها مع حضراتكم قبل كده، ان انا لما بكون بدي اكتر من لاعب مره واثنين وثلاثه وعشره وبرضه ما بيدينيش الحاجه اللي احنا محتاجينها، فانا افضل مصر عليه وبلعبش البديل، ثم انا ما بجهزش البديل، انا بلعب النهارده. صحيح الراجل معذور 100%، قاعد سنه و8 شهور او سنه و10 شهور بيلعب كل 3 ايام مباراه، وده طبعا يعني ضغط عليه وضغط على اللعيبه، لان برضه ده بيحضر للمباراه بيحضر للعيبه، كل الحاجات دي بتبقى ضغوط عليه. من ضمن العيوب ديت العيب اللي انا بقولك عليه، الى جانب طبعا في حاجه تانية انه الاصرار على بعض اللاعبين وبقوا مجهدين، وهم كمان في نوع من الدلال ونوع من مش عايز اقول الدلع شويه، ان انا احيانا وانا بوجه انا عايز اوجه للراجل اللي في الملعب، الاقيه بيتدور وبيوجه بيكلم اللعيبه اللي قاعده على الدكه. جوارديولا وكلوب والناس اللي احنا بنشوفها بيقف يزعق في لعيبه ثمنها مليارات، يعني لا ابالغ كم مليار بيلعبوا في الملعب من اللعيبه دي، مليار جنيه طبعا، لعيبه بيقف يزعق لده ويزعق لده ويتكلم مع ده بحده ويوجه. انا مفروض اللاعب احيانا درجه تركيزه بتقل، لابد المدرب يعمل له عمليه تنشيط للذاكره. فانا لما ابقى تنشيط الذاكره ان انا يبقى عندي بديل يعني، فاللاعب يبقى فاهم ان هو معرض في اي وقت ان هو يتم استبداله. وبعدين حضرتك البديل لازم يبقى قوي انا مجهزه. انا النهارده لعبت، يعني مثلا امبارح كنت بلعب مباراه، النهارده لازم الناس اللي ما لعبتش او اللي لعبت مده قليله يكون بيلعب ماتش ودي. الحاجه الثانيه بأناشد وبتكلم اكتر من مره بقالنا سنتين،
نظام اليوم الكامل، نظام اليوم الكامل العالم كله بيعمله للناس المحترفين. انا بدي لك اجر عالي جدا، الاجر العالي جدا ده انت بتاعي، انت ملكي، تيجي لي الصبح ان شاء الله ما فيش تدريب، تيجي بتعمل تدريب الحاجات اللي ناقصاك. امبارح شفنا الفرص اللي بتضيع. انا اجيب الناس دي الصبح واديها ساعتين شغل على المرمى، بحيث ان انا كل المواقف اللي بتحصل في المباراه انا بديها له الصبح، وبعدين التدريب الجماعي قاعد ادي للمدافعين شغل، وادي للمهاجمين شغل. التسديد بقالنا 7-8 ماتشات التسديد على المرمى في المدرج. طب ليه؟ وبعدين كلهم لعيبه دوليين طبعا.